محاضرتنا لهذا اليوم هو تي بي اس حساس الثروتر بوزيشن سنسر. وطبعا هذا اكيد عندكم معرفه عنه، فالتوب الثالث من الحساسات المسؤوله عن معايره الاير فيول ميكستشر ويراق منه زاويه فتح وغلق صمام الخانه. ان شاء الله اليوم من خلال محاضرتنا راح نتعرف ونتحقق هذه الاهداف. Discuss the purpose and function of throttle position sensor اللي هو TBS. راح نتعرف على الهدف من وجود هذا الحساس نظام المحرك ونظام حساسات المحرك. Describe the powertrain control module اللي هو VCM او الكمبيوتر مالت المركبة، شلون يستخدم هاي الاشارة حتى يسوي عملية معايرة للفيول ميكستشر او الاير فيول ميكستشر والاجنيشن تايم توقيت الاشتعال. Describe how to take the TBS sensor and interpret the TB sensor diagnose trouble code. ايضا راح نتعرف كيفية فحص بعد ما نتعرف على اللوكيشن مالته والتركيب الداخلي مالته ونوع الحساس. راح نتعرف على كيفية فحص هذا الحساس في حالة ظهور شفرة فاول او شفرة خطأ للTBS. هسه اولا راح نتعرف على الكونستركشن التركيب الداخلي لهذا الحساس. طبعا الحساس اللي تي بي اس هو من الحساسات اللي يستخدم مقاومه يسموها مقاومه قياسيه او يسموها بوتنشيوميتر. موست كمبيوتر اكيوبد انجن يوز ثروتل بوزيشن سنسر تو سيجنال to the computer the position of the throttle. طبعا الكمبيوتر بالمركبة او اغلب الكمبيوترات الموجودة بالمركبات النظام المحرك يستخدم هذه الاشارة اللي تجي من حساس throttle position sensor. هذه الاشارة تكشف له للكمبيوتر وضعية position of throttle. الثروتل هذا صمام الخانة يكون مغلق مفتوح مفتوح بشكل جزئي. هذه وظيفة حساس الـ TBS. The TBS sensor consists of potentiometer, a type of a variable resistor. طبعاً حساس الـ TBS هو يستخدم مقاومة قياسية تجزئ الجهد. النوع مالتها variable resistor، مقاومة متغيرة. هذا الشكل يوضح لنا اللوكيشن لحساس الـ TBS. طبعاً حساس الـ TBS هو يكون mounted on the throttle مثبت على جسم الخانق. طبعا هذا هنا يكون جسم الخانق شكل مالته دائري والصمام داخل جسم الخانق هو الثروتل بالف ويكون صمام مدور ومثبت على هذا الذراع اللي هو ذراع. السلام عليكم. تفضل سيدنا تفضل. اوكي. هنا حساس الـ TBS هو قلنا مثبت على جسم الخانق. طبعا هذا اللي هو حساس الـ TBS Rotor Position Sensor. هذا الذراع اللي هو مثبتين عليه الروتري بالف صمام الخانق اللي يكون شكل مالته مدور. وهنا الجهة الثانية متصل بالميكانيزم بالكيبل مالت الدواسة مالت التعجين. يعني نضغط على الدواسة مالت التعجين راح يصير حركة بالثروتل بالف ينفتح وهذا الذراع بدوره هو راح يكون عن طريق فد سلايد او فد وصله متحركه يسوي لنا في التغير بالمقاومه مالت الحساس ويصير عندنا تغير بالخط السيجنال. فهذا حساس هو يتالف من مقاومه يسموها مقاومه قياسيه حساس التي بي اس اللي هو هذا الشكل مالته. هذا الشكل مالت المقاومه مالت الحساس. البوتنشيوميتر is a variable resistance sensor with three terminals. مقاومة القياسية بشكل عام هي مقاومة متغيرة a variable resistance sensor. حساس يستخدم مقاومة متغيرة وهذه المقاومة المتغيرة تحتوي ثلاثة أطراف كهربائية three terminals. هذا اللي هو أساس المقاومة هذا الشكل مالت المقاومة الداخلية لحساس الـ TBS. نلاحظ هنا الأطراف الثلاثة اللي هي الـ A والـ B والـ C. طبعاً الأطراف أو نهايات الحساس اللي هي خط الباور اللي هو على 5 فولت الريفرنس فولتج
والبي هو الجراوندد التأريض مالت الحساس، لأن هذا الحساس هو يعتبر من حساسات الباسيف سنسر، حساس يحتاج خط باور بثلاث خطوط، خط القدرة وخط الجراوند الأرضي وخط السيجنال. فلاحظ هنا خط السيجنال هي مرة تكون لو فولتج ومرة تكون هاي فولتج. عندما يكون مغلق الصمام يعني بالايدل راح يكون 0.5 فولت، وعندما يكون مفتوح فتحة كاملة اللي هي WOT widening أو wide opening throttle فتحة كاملة يكون 4.5 فولت. One end of the resistor receives reference voltage while the other end is grounded. نلاحظ هنا هذا الحساس احد النهايات مالته هي 5 فولت، يستلم فولتيه من الكمبيوتر اللي هو 5 فولت. احنا قلنا الحساسات غالبا اما تستخدم 5 فولت، العفو تستلم 5 فولت او 12 فولت، فعادة حساس التي بي اس هو ياخذ 5 فولت خط باور. والنهاية الأخرى اللي هي الجراوندد مؤرضة يكون خط الفولتية مالت الأرضي اللي هو 0 فولت. The third terminal is attached to a movable contact that slides across the resistor to vary its resistance. الخط الثالث اللي هو هذا، هذا الخط الثالث اللي هو C اللي هو متصل عن طريق فد موفايبل كونتاكت، وصلة متحركة، وعلى ضوء الحركة مالت الثروتل فالف، وهذا المقاومة احنا قلنا رابطيها عن طريق مثبتين الحساس التي بي اس اليمن على الذراع مالت اللي مثبتين عليه الثروتل بليت او صفيحة مالت الخنق. فأي حركة تصير بالثروتل فالف صمام الخنق راح يصير عندي تغير بالمقاومة الداخلية، وهذا التغير هو راح يصير على شكل فولتج سيجنال. فنلاحظ هنا depending on whether the contact is near the supply end or the ground end of the resistor retain voltage is high or low. هنا الحساس هو قلنا بثلاث خطوط، خط الباور اللي هو 5 فولت ياخذه من الكمبيوتر، وخط الجراوند اللي هو 0 فولت، وخط السيجنال. الخط السيجنال اللي هو متصل بالوصلة هاي مالت السلايد اللي موجودة متصلة بالمقاومة الداخلية للحساس، يعني تصير عملية حركة بالثروتل فالف صمام الخنق، وتنتقل بدورها عن طريق الذراع عن طريق وصلة للمقاومة تحدث في التغير بالمقاومة القياسية، وهذا التغير هو راح يرسل على شكل سيجنال للكمبيوتر. فلاحظ هنا بالايدل هذا the signal voltage from a throttle position increase as a throttle is opening because the wiper arm is closer to the 5 volt reference اللي هي خط الفور. At idle, the resistance of the sensor winding effectively reduce the signal voltage output to the computer. هنا اللي هي خط الإشارة، هاي خط الإشارة هي طبعا محصورة ما بين اللو وما بين الماكسيمم أو الهاي. اللو هي 0.5 عندما يكون idle يعني مغلق الثروتل فالف تماما. هذا شوف السهم هذا قريب من الايدل اللي هو تقريبا السيجنال تكون 0.5 فولت، وكل ما اضغط على الدواسة راح ينفتح فتحة كاملة الى ان يوصل الى الوايد اوبننج ثروتل اللي هو WOT وايد اوبننج ثروتل فتحة كاملة لصمام الخنق. راح يصير عند السيجنال هي تقريبا 4.5 فولت اللي هي اعلى فولتية اللي هو يصير عندي هنا حمل كامل. اوكي واضح لحد هنا؟ فهنا السيجنال هي متغيرة. نعم. عليكم السلام استاذ، الله يسلمك استاذ، تفضلوا. والله سعد المحاضرة شاب الثاني بلشت اليوم. اليوم عندنا اجتماع، تعال بال 12:30 عندنا اجتماع بالقسم. يلا عيني. في مالنا.
الشكل هذا يوضح لنا الخطوط مالت الفولتيه اللي هي خط الباور وخط السيجنال وخط الجراوند بحساس التي بي اس. الفانكشنز او البيربلز لحساس التي بي اس: The computer sends any change in throttle position and change the fuel mixture and ignition timing. هنا على ضوء الإشارة اللي يتحسسها هذا الحساس اللي هو حساس التي بي اس راح يرسل إشارة للكمبيوتر، الكمبيوتر راح يتعامل مع هذه الإشارة حتى يتحكم يسوي كنترول أو تشينج بمن بالفيول ميكستشر عن طريق الفيول عن طريق الإنجكترات، والإجنيشن تايمينج يسوي عملية تحكم بتوقيت الاشتعال. أيضا من الأهداف أو وظائف حساس التي بي اس يوز اون فيول انجكتد فيهيكل اكت از ان الكترونيك اكسلريتور بام. هنا ايضا التي بي اس هو يعطينا وظيفه مضخه التعجيب الالكترونيه، وهذا طبعا خاصه السيارات اللي التويوتا كامري على ما اذكر 2007 و2009 اكو خلل صار عندهم بالحساس مالت اللي يكون قريب من دواسه التعجيل، يعني باعتبار هذه الدواسه ماكو فد ميكانيزم واير ما بين الدواسه وما بين الثروتل فالف، فحتى يفتح الثروتل فالف هنا ايش خلوا تي بي اس بوزيشنر، يعني يعمل مثابه اكتويتر، يعني مو حساس. اذا ماكو كيبل ما بين الدواسه مالت التعجيل وما بين الثروتل فالف راح يكون هنا الحس التي بي هو يكون يسمونه ثروتل بوزيشنر، يعني يعمل عمل الاكتويتر يفتح. شلون يفتح هذا؟ بعد ما نضغط على الدواسه مالت التعجيل اكو حساس يسمونه حساس دواسه مالت التعجيل راح يرسل الاشاره للكمبيوتر، والكمبيوتر على ضوء هاي الاشاره راح يفتح الثروتل بار. فهنا شنو الخلل صار بهذه السياره اللي هي الكامري؟ الحساس مال دواسة التعجيل اكو خطأ بالمقاومة مالته، فيرسل اشارة خطأ للكمبيوتر. يعني على سبيل المثال احنا ضغطنا ضغط قليل على دواسة مالت التعجيل فرسل اشارة فولتية سيجنال عالية للكمبيوتر، فالكمبيوتر فهمها اكو تسارع فرسل فتح الثروتل فالف فتحة كبيرة وفتحة واسعة، فبالنتيجة راح يصير عندنا سرعة مفاجئة وصارت حوادث فرجعوا الشركة للمركبة وسووا عملية تعديل أو تصحيح لهذا الحساس. فهنا التي بي اس يا اما يكون مبدأ عمله هو حساس أو يكون بوزيشنر اللي هو يكون مثابة اكتويتر إذا ما كان عندنا كيبل ما بين الدواسة مالت التعجيل وحساس العفو الثروتل بار. ايضا من اهداف الحساس تي بي اس هو هنا the BCM supply the TB sensor with a regulated voltage that range from 4.8 to 5.1 فولت. طبعا هنا نعرف احنا خط الباور اللي يكون يستلم هاي الفولتية او الباور حساس تي بي اس هو يكون 5 فولت. فهنا بالكمبيوتر اكو عندنا فد regulated فولتج منظم فولتية، وحسب حاجة الحساس اكو حساس يحتاج 12 فولت مثل حساس الماب سنسر، حساس الماس اير فلو سنسر هذا 12 فولت، بينما حساس تي بي اس هو ياخذ 5 فولت. فولتية ثابتة هي ما بين 4.8 الى 5.1 فولت. This reference voltage is usually referred to as 5 فولت ريفرنس او يسمونه في سب ريفرنس. هذا المختصر اللي هو في سب ريفرنس هو فولتية المصدر او يسموه فولتية الباور. الابلكيشن لهذا الحساس هسه تعرفنا على الغرض او البيرباز، راح نتعرف على الابلكيشن هذا الحساس وين يتم عمليه التطبيق للسيجنال مالته عن طريق الكمبيوتر. The TB sensor is used by the power train control module اللي هو BCM for the following reasons.
الاير فيول ميكستشر كنترول يتحكم، يصير التحكم بالاير فيول ميكستشر. يعني هنا عندي التي بي اس هو يتحكم بمن دخول الهواء، فعلى ضوء هذا اذا دخل عندي هواء المحرك يصير عندي حمل كامل حمل واطي، فراح هنا يتحكم الكمبيوتر بالفيول انجكشن، يكون خليط معايره للاير فيول ميكستشر. ايضا التورك كونفرتر كلتش انجيجمنت اند ريليز. هنا طبعا التورك كونفرتر هذا المصطلح ماخذينه حضراتكم بالمرحله الثالثه، هو محول العزم اللي موجود بصندوق السرعة الاوتوماتيكي. طبعا هذا يعمل بمثابة الكلتش بالجير العادي، يعني يسوي عملية وصل وفصل ما بين المحرك وما بين صندوق السرعة الاوتوماتيكي. ايضا هذا يعتمد على اشارة التي بي اس. Rotationality testing for map and MAF sensor. ايضا عملية الفحص لحساس الضغط اللي هو المينيفولدر في اليوتوبراجر وحساس الماس اير فلو سنسر. هذني الحساسات اللي موجودات على مجاري الهواء او سحب الهواء لهن علاقة باشارة حساس التي بي اس. اي خلل يصير عندي بحساس التي بي اس ممكن يأثر على عمل هذه الحساسات، يعني يصير خطأ بمعايرة الاير فلو ميكستشر. الاوتوماتيك ترانزيشن شيفت بوينت، هنا ايضا حساس التي بي اس يدخل في عملية معايرة تغيير السرعة او التحكم بالسرعة شيفت بوينت بصندوق السرعة الاوتوماتيكي. طبعا احد زملائنا كان عنده سيارة على ما اتذكر افيو، كانت عنده مشكلة بالمركبة، يعني السرعة مالتها ما تتغير، يعني ما يصير عندي تنمير بالسرعة من أول إلى ثاني إلى ثالث، يعني يصير عندي سرعة عالية، يعني عداد الكيلومتر بير هور ما يتغير. يقول أنا أضغط على الدواسة مالت التعجيل يزداد عندي الريفوليوشن بير مينيت، لكن السرعة مالت المركبة ما تتغير، تكون تغير طفيف، يعني خلينا نقول باقي على 60 أو باقي على 70، ما تصير مثلا 80 90 100 كيلومتر بير هور. فطبعا سألناه قلنا له شنو يعني بسوي إجراء عملية صيانة تغيير بالحساسات، قال فقط إجراء عملية غسل للمحرك وصارت عندي هذه الحالة. جينا بالدوحة مات العدادات تشيك إنجن محتلك، تشيك إنجن محتلك، فاستخدمنا الإسكانتول جهاز الكمبيوتر أربطناه، قرينا الفاولت فظهر عندي حساس التي بي اس سيركت مالفكشن، اكو عندي مشكله بمن بدائره حساس التي بي اس. ومثل ما عرفنا هنا أنا حساس التي بي اس راح ياثر على من؟ راح ياثر على الاوتوماتيك ترانزميشن شيفت بوينت. بعد ما قرينا الفاولت جينا طفينا السويتش مالت الاجنيشن، خلينا على وضع اوف، اوكي، وجينا فصلنا الوصله مالت الحساس مالت التي بي اس وبالهواء المضغوط الاير كومبرسر، ضغطنا هواء او انفخنا هواء بالوصله مالت الحساس، وايضا التيرمينال الاطراف مالت الحساس نفسيته اللي مثبت بجسم الخانق، وتركناه تقريبا من دقيقه الى 3 دقائق. بعدها جينا وصلنا الوصله وفتحنا الاجنيشن، خليناه على وضع اون، شغلنا المحرك، التشيك انجن طبعا اختفى بنفس الوقت، بعد عد ما يظهر هذا الفاولت اللي هو حساس التي بي اس. اجرينا عملية فحص للمركبة، بدأت السيارة تتغير السرعة مالتها، يصير عندي تنمير بالسرعة ويصير تحكم بالشيفت بوينت او شيفت سبيد للمركبة. فمعناته هنا حساس التي بي اس يأثر على من؟ يأثر على السرعة او تغيير السرعة بالجير الاوتوماتيكي او صندوق السرعة الاوتوماتيكي. ايضا من الابليكيشن لحساس التي بي اس التراجت ايدل سبيد او يسمونه الايدل كنترول استراتيجي. طبعا هنا استراتيجية السرعة المثالية، احنا نعرف اول ما يشغل محرك بارد تصعد السرعة تقريبا توصل اكثر من 1000 دورة بالدقيقة الى ان يبدي المحرك يستقر الى درجات حرارة التشغيل هي تقريبا 105 درجة مئوية، يبدي
اكو يسموها تراجت ايدل سبيد، السرعه المثاليه المستهدفه، يبدي يستقر العدة 900 دوره ريفوليوشن بير مينيت. ايضا بالنسبه للاير كونديشن كمبرسر اوبريشن، في عمليه تشغيل المكيف مالت الهواء بالمركبه، مكيف التبريد، فهنا ايضا راح نحتاج، راح يصير حمل على المحرك، نحتاج هواء اضافي يدخل للمحرك، فايضا عن طريق التي بي اس. ايش قد مفتوح هذا التي بي اس؟ راح الاي سي يو، العفو، الباور كنترول موديل، الكمبيوتر مالت المركبه يتحكم بفتحه الاي سي، الاي سي اللي هو الباي باس، يدخل هواء جانبي للمحرك. وايضا بقيه الحساسات اللي اخذناها مثل الماب والماب سنسور، هذني لهم علاقه بالتطبيق عن طريق حساس التي بي اس، لان كلهم موجودين على مجاري سحب الهواء. هسه بعد ما تعرفنا على البوزيشن او اللوكيشن لهذا الحساس، وين مكانه موجود، قلنا على جسم الخانه، بعد تعرفنا على الاستراكشر، التركيب الداخلي، وايضا تعرفنا على الطرق، شلون نقول الابلكيشن مالته هذا الحساس، وين يستخدمونه، بالنظام المحرك، بنظام الصندوق السرعه الاوتوماتيكي ككنترول. هسه راح نتعرف على التيست تيستنج او يسمونه ترابل شوتنج ميثود، طرق الفحص لهذا الحساس في حاله ظهور عطل. التي بي سنسور كان بي تيستد يوزنج ون اور مور اوف ذا فالوينج تول. طبعا طرق الفحص لهذا الحساس هي اكثر من طريقه، احنا عاده نستخدم الديجيتال مالتي ميتر او ديجيتال فولت ميتر، فولت ميتر ديجيتال وذ 3 تيست ليد كونكتد in series between the sensor and the wiring harness connector. هنا نجري عملية فحص الخطوط الإشارة، خط الإشارة وخط الباور وخط الجراوند، نفحص خط الإشارة وخط الباور وخط الجراوند عن طريق الفولت ميتر. طبعا أخذنا قبل شوية خط الفولت يكون 5 فولت، وخط الجراوند هو 0 فولت، وخط السيجنال اللي هو صاير بالنص يتغير من 0.5 الى 4.5 فولت حسب فتحة صمام الخنق. كل ما يزداد الفتحة ما صمام الخنق راح تزداد الفولتية، يعني عندما يكون مغلق بوضع الايدل مش كثر الفولتية 0.5، كل ما ضغط على الدواسة راح تفتح الثروتل باب، تزداد الفتحة مالته الى توصل فتحة كاملة اللي هي 4.5 فولت، تكون سيجنال فولتج. طريقة الفحص الأخرى اللي هي باستخدام السكانتور. طبعا السكانتور هو جهاز، هو جهاز الكمبيوتر، طبعا الربطة بالمركبة، ونجري عملية الفحص ونلاحظ قيمة زاوية الفتحة مال صمام الخنق، أيضا نلاحظ تغير بالريفولوشن بير مينيت، ممكن نقرأ الكود فاولت إذا كان عندي تشيك إنجن محتلك عن طريق السكانتور. والانستوسكوب اللي هو جهاز راسم الفولتية أو السيجنال فولتج، هذا نستخدمه قلنا حتى نراقب الويف فورم، شكل الموجة للحساس، ونقدر أيضا أكثر من شانل نسوي مقارنة بين أكثر من حساس عن طريق هذا الجهاز يسمونه الاستوسكوب. من الحساسات المهمة اللي هو تي بي أو يسمونه ثروتل فالف بوزيشن سنسور، هذا اللوكيشن مال حساس التي بي اس هو يكون موجود على الذراع مال صمام الخنق، هذا الذراع، هذا الذراع، هذا الذراع مال صمام الخنق، هذا اللي هو الثروتل بليد او يسمونه روتري فالف صمام مدور، وهذا الذراع اللي هو مثبتين عليه صمام الخنق، وهذا الذراع مثبتين بنهايته حساس التي بي اس، هذا حساس التي بي اس. وهنا عند المقاومه المتغيره قلنا عن طريق فد وصله متحركه تنزل او تسوي تغير بالمقاومه الداخليه لهذا الحساس في حاله حدوث حركه او فتحه بصمام الخنق. فهسه اللوكيشن مال حساس التي بي اس هو موجود على جسم الخانق، مثبت على ذراع اللي مثبتين عليه صمام الخنق او الثروتل بار.
هذا الشكل مالت الحساس. طبعا حساس هو من حساسات الباسيف سنسر بثلاث خطوط، هذين الاطراف او النهايات مالته اللي هي خط الباور وخط الجراوند وخط السيجنال خط الاشاره. هذه المقاومه اللي اخذناها البوتنشيوميتر اللي هي مقاومه قياسيه تجزء الجهد. طبعا هنا هاي المقاومه هذا الذراع مالت صمام الخنق، فاي حركه تصير بنضغط على الدواسه راح يتحرك هذا صمام الخنق، فالذراع راح عن طريق هذا الميكانيزم اللي هو وصله راح تنزلق ويسوي لي تغيير بالمقاومه الداخليه لحساس التي بي اس ما بين الايدل وما بين الوايد اوبن اوبننج تروتر اللي هي دبليو او تي. يصير تغير بالسيجنال ما بين 0.5 الى 4.5 فولت، كل ما تزداد الفتحه مالت الاوبننج راح تزداد الفولتيه. شوف هذا جاي يتحرك جاي نضغط على الدواسه مالت التعجيل، هذا هنا راح يصير تباطؤ. هذا جهاز الاسكان تول واختارينا مانوال الثروتل بوزيشن سنسر، الماب سنسر، الكولان تمبرتشر سنسر، الانجن ريفولوشن او انجن سبيد اللي هو ريفولوشن بير مينيت للمحرك. ونلاحظ القيم، قيم شوف لاحظ قيمة الفولتية هنا للحساس التي بي اس هي تقريبا في وضع الايدل يكون 566 ملي فولت، يعني تقريبا 0.5 فولت. في حالة ظهور فاول راح يظهر عندي هذا الفاولت، الشفرة مالته بي 0 120، يعني اكو مشكلة عندي بحساس التي بي اس. هذا الشكل يوضح لنا الدائرة الكهربائية اللي حساس التي بي اس. طبعا هاي شركة هونداي الكورية. هذا اذا كان عندنا هنا without idle switch يعني بدون الاي سي، الايدل اللي هو الاي سي اللي هو قلنا باي باس موجود يم الثروتل بودي جسم الخانق. اذا كان الثروتل فال مغلق شلون يدخل هواء المحرك عن طريق الاي سي باي باس. فهسه اذا كان without يعني دائرة الاي سي مفصولة عن دائرة التي بي اس، فشوف نلاحظ هنا هذا خط الباور وهذا خط الجراوند اللي هو صفر، وهذا خط السيجنال اللي هو يكون ما بين البوينت 5 و 4.5 فولت، وهاي المقاومه اللي هي قلنا مقاومه متغيره او مقاومه قياسيه. اذا كان مدمج مع الاي سي السويتش مالت الاي سي او الايدل ويذ ايدل سويتش، راح تكون هذه الدائره مالت السويتش اللي هي مالت الاي سي مدمجه مع حساس التي بي اس. يعني تلاحظون عن كم خط راح يصير عندك هنا أربعة، بينما without idle switch راح يكون ثلاث خطوط فقط الباور والسيجنال والجراوند. فلاحظ هنا عندما يكون مغلق الثروتل فالف شلون يفتح الاي سي باي باس، راح يكون هنا عندك دائرة كاملة وراح يفتح الاي سي على مود يدخل الهواء باي باس. بس نضغط على الدواسة مالت التعجيل راح الدائرة هاي مالت السويتش او السويتش يكون في حالة وضع اوبن مفتوح ما يمر بتيار، فالاي سي ما راح يفتح فيبقى فقط هو يدخل عن طريق الثروتل بودي، بينما اذا كان مغلق الثروتل بال راح يدخل هواء باي باس عن طريق الاي سي. هذا بالنسبة للدائرة الكهربائية لحساس التي بي اس without and with idle switch. شوف لاحظ هذا السيجنال، طريقة الفحص الأخرى هي نقيس المقاومات الداخلية للحساس. شوف هسه جاي نقيس المقاومات الداخلية هاي 2.98 مقاومة، وتقارن مع الستندر اللي موجودة في دفتر الصيانة للمركبة. هذه هنا نلاحظ الويف فورم، شوف لاحظ بالايدول يصير تسارع ترتفع يصير عندي دروب وهكذا حسب حالة الكونديشن مالت المحرك يصير عندي تسارع تباطؤ. طريقة الفحص الأخرى اللي هي قلنا اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة السيميليشن سكان المحاكاة. طبعا المحاكاة احنا نراقب قيمة الفولتية اللي يقرأ ليها هذا الجهاز الكمبيوتر السكان تول،
والقيمة هنا أيضا لهذا الحساس. ونلاحظ أكو تغير بين السيجنال وبين هاي القيمة مالت البولتين وقيمة الكمية. شوف لاحظ إذا كان تغير أكو بالقيمة معناته الأسلاك سليمة، وإذا ما كان عنده تغير معناته أكو عنده مشكلة بخطوط الحساس، ممكن يصير بها أوبن سيركت أو ممكن يصير بها شورت سيركت، وإن شاء الله راح نتعرف على الفاولات مالت الحساس من خلال المحاضرة. هذا الشكل اللي هو شكل الويف فورم لحساس الدي بي اس. نلاحظ هنا بالايدل وكل ما نضغط على الدواسمات التعجيل يصير عندي ترتفع الفولتين تصل تقريبا ل 4.5 فولت، وتبدا تنخفض من يصير عندي ديسلريشن تباطؤ الى ان توصل لمن الى نفس الفولتين مالت الايدل اللي هي 0.5 فولت. هنا جهاز الفولت ميتر او المالتي ميتر نقيس خطوط الفولتين الحساس. طبعا خطوط الفولتين الحساس هي خط الباور 5 فولت وخط الجراوند. خط الجراوند لهذا الحساس هو 0 فولت. طبعا هنا نجي نثبت الجراوند اللي هو خط الاسود للمركبه، ناخذ جراوند من المركبه، والخط الاحمر هو نجي نقيس فيه الخطوط مالت الحساس ونقيس خط السيجما خط الاشاره. هنا بالنسبه للجراوند 0 والباور 5 والسيجنال هي تكون متغيرة حسب الفتحة ما تصمم الخانة. هنا عدة طريقة قياس المالتي ميتر هي الميني اند ماكسيمم تيست. ميني ديجيتال مالتي ميتر ار كابابل اوف ريكوردينج فولتج ريدينج اوفر تايم اند ذن ديسبلاينج ذا مينيمم ماكسيمم اند افريج ريدينج. طبعا خلال فترة زمنية احنا نقيس خط الاشارة، وممكن هذا الجهاز عن طريق تحديد زر المينيمم اند ماكسيمم او الافرج ريدنج راح يقرا لي المينيمم ايش كثر للسيجنال اللي هي 0.5 والماكسيمم اللي هي 4.5 فولت والافرج اللي هي تقريبا 2.5 فولت. To perform a minimum maximum test of TPS sensor manually set the meter to read higher than 4 فولت. طبعا انا بالنسبه للفولتيه العاليه للحساس التي بي اس هي تقريبا 4.5 فولت او اكثر من 4 فولت. خطوات الفحص باستخدام المالتي ميتر هي هذه خطوات الثلاثه. نوصل الخط الاحمر connect the red meter lead to the signal wire الى خط الاشاره and the black meter lead to a good ground on the ground retain wire on the TB sensor. تقدر تاخذ من الجراوند مالت الحساس او تقدر تاخذ من الجراوند مالت المركبه يعني من محركنا. الخطوه الثانيه with the ignition on نفتح المفتاح على وضع ignition on والمحرك انجن اوف يعني ما بيدوران، ونضغط على الدواسه ونلاحظ هذه خط السيجنال. خط السيجنال لازم تكون تتغير ما بين 0.5 الى 4.5 فولت. Check the minimum and maximum voltage reading on the meter display. نلاحظ بالمالتي ميتر هاي الفولتيه مال خط الاشاره اللي هي تتغير بالخط الجراوند 0 وخط الباور 5 فولت، والسيجنال قلنا تكون ما بين 0 وما بين 5 فولت. طبعا اذا ما صار عندي تغير يعني بالسيجنال معناته اكو عندنا مشكله، اكو عندنا مشكله شورت سيركت، يعني مره تكون هاي فولتج يعني يغرى فقط 5 فولت او لو فولتج يغرى فقط 0 فولت، معناته اكو عندنا مشكله بخط الجراوند او خط الباور صاير بي طبق او شورت سيركت. خطوات الفحص باستخدام الاسكانتو، احنا طبعا الاسكانتو نربطه على المركبه حتى نقرا الكرنت داتا، وايضا نقدر نقرا الترابل كود الفاولت، وايضا نقدر نراقب عن طريق الاسكانتو زاويه الفتح او النسبه المئويه للبرسنتيج اوف ثروتل اوفنج. ايش قد مفتوح هذا التي بي اس؟ زاويه الفتح مالته 20%، 30%، 70%، 100% مفتوح، يعني
فتحه كامله يسموها الوايد اوبن يومي ثروتل، وهذا يعتمد على من على وضع الثروتل يكون مغلق او الخطوة الثالثة هنا الايدل اير كنترول اللي هو الاي سي. طبعا الاي سي هنا بالمركبة اللي هو يدخل الهواء باي باس، طبعا هو اكتويتر الاي سي، ايضا يعتمد على حساس التي بي اس او اشارة الحساس التي بي اس. الكمبيوتر يفتح الاي سي على ضوء ظروف المحرك، بعض الاحيان نحتاج حمل يصير عندنا على المحرك اذا فتح، خاصة اذا فتحنا المكيف الهواء تبريد يدخل هواء اضافي مع الهواء اللي يدخل عن طريق الجسم الخام. الخطوة الرابعة start the engine and observe the TB sensor reading. The throttle percentage reading should increase. Shut off and restart the engine. هنا طبعا نسوي عملية مراقبة لقيمة الفولتية وأيضا نسبة الفتح لصمام الخانق. نضغط على الدواسة ونلاحظ هاي النسبة تتغير، يعني تتغير عادة إذا كان مغلق يكون تقريبا خلينا نقول 10% أو 20%. كل ما اضغط على الدواسه راح يصير عندي فتحه مالت الثروتل بار، تزداد الفتحه، كل ما تزداد الفتحه راح تزداد النسبه مالت الفتح الى ان توصل تقريبا 80 او 100% زاويه الفتح. بينما النسبه للتي بي اس اف ذا بيرسنتيج اوف ثروتل اوبن تين تو زيرو، يعني من يرجع للزيرو اللي هو الايدل، فهنا يحتاج يشغل ال الاي سي اللي هو الكمبيوتر عن طريق هذه الاشاره. يعني جت سيجنال من الثروتل او تي بي اس بين زاويه الفتح هي 0%. فهنا الباور كنترول موديل حتى يتحكم بدخول الهواء، حتى يدخل هواء المحرك راح يعطي اشاره للاي سي، ويمكن يدخل ممكن يدخل الهواء عن طريق الباي باس الاي سي. Determine that the increased throttle opening is now the new minimum and proceed the idle position of the TBS sensor. شوف هنا كل ما ينغلق الـ TBS راح الـ idle ينفتح، يتحكم به من هو هنا باعتبار الـ IC هو الاكتويتر، يتحكم به الكمبيوتر حتى يدخل الهواء بايبر. Remove the weight and cycle the ignition key. The throttle position sensor should again read 0%. هنا طبعا اذا صار عندي تسارع ونرفع يعني نرفع رجلنا من الدواسه مالت التعديل يصير تباطؤ، فبالنتيجه راح يكون يرجع السيجنال فولتج للزيرو. نعم. عليكم السلام وغاد، تفضلوا. اي نعم. ماشي، هم احنا الجماعة يعرفون الدورة مالتهم، رشح لكم كريستال غير كريستال ستيفا بس ساعة تبدي. يلا شكرا. فهنا البرسنتيج اللي هي النسبة المئوية لفتحة صمام الخنق اللي هي محصورة بين 0 و 100% بيرسنت، فتعتمد على من على وضعية الثروتل فالف. كل ما يكون مفتوح راح تزداد هذه النسبة، وكل ما يبدي ينغلق الثروتل فالف هاي النسبة راح تقترب من الزيرو بيرسنت. وايضا هنا يصير تحكم بالاي سي اللي هو وضعية الايدل، اذا كان مغلق التي بي اس العفو الثروتل فالف راح يدخل الهواء عن طريق الباي باس اي سي، فهنا الكمبيوتر هو مسؤول عن التحكم بفتح الاي سي. هذا المخطط او التيبل يوضح لنا الشفرات مالت الخطا لحساس التي بي اس. The diagnostic trouble code associated with the throttle position sensor include the following. هنا المخطط مطيني الشفرات مالت الفاول، ومطيني ال description، ومطيني ال possible causes الاسباب الممكنه لهذا الفاول. فناخذ اول خطا اللي هو البي 0122. هنا الاسم مالته هو اقعد دي لو فولتج تي بي سنسر لو فولتج، يعني اقعد دي لو فولتج بالسيركت مال حساس التي بي اس. هذا اللو فولتج شنو السبب؟
تي بي سنسر انترنالي شورت تو جراوند، اكو عنده طبق داخلي مع الجراوند، هذا السبب الاول. السبب الاخر يسبب لك اللو فولتج، اكو عندي شورت تو جراوند يعني بالواير مالت الجراوند صار بي طبق، او يصير عندي اوبن واير، اكو عندي قطع صاير بالاتلاك. اذا صار قطع بالاتلاك يكون عندك هنا لو فولتج. هذا بالنسبه لي شفره الخطا الاولى. الثانيه اللي هي بي 0 123، اسم الخطا او الفاولت يكون هاي فولتج، تي بي سنسر هاي فولتج. الاسباب اللي تؤدي لك ممكن هذا العطل هو اكو عندنا طبق بيمن بخط الفولت الريفرنس فولتج انترنالي شورت تو 5 فولت ريفرنس، صاير عندي طبق داخل مع خط الباور او خط الفولتيه، او عندي الاوبن سيركت صاير بيه شنو بالجراوند، خط الجراوند صاير بيه قطع، يعني خط الجراوند يجي للسلك مالت الجراوند مال هذا الحساس يكون بيه قطع، فايضا يسبب لك هاي فولتج. السبب الثالث هو يكون شورت تو فولتج، يعني صاير عندي طبق بيمن مع الفولتيه مالت السيجنال او مالت خط الباور. الفاولت الاخير اللي هو البي 0 121 يكون عندك هنا السيجنال مال حساس التي بي اس دوت نوت اجري وذ ماب سنسر، يعني اكو عندي حساس الضغط يعطيني اشاره للكمبيوتر، وايضا حساس التي بي اس، وقلنا اكو علاقه بين التي بي اس وحساس الماب سنسر والماب سنسر. فهنا معناته عندك ممكن احد الاسباب التاليه يؤدي لك الى هذا العطل. ديفكتيف تي بي سنسر، اكو عندي عطل داخلي بالحساس التي بي اس فيعطيني اشاره خطا، وبالنتيجه راح ياثر عليه من على حساس الضغط. ممكن عندك عطل بيمن بالفيكل سبيد سنسر انكوركتد سيجنال، اشاره خاطئه تجي من حساس سرعه المركبه، ايضا ياثر عليه من على الماب سنسر والتي بي اس. وايضا ممكن يصير عندي الماب سنسر هو الكالبريشن مالته فاقدها، او يكون عندي عطل داخلي بالحساس الماب سنسر.